محبتش غيرك واعمل ايه؟ شوق وهوايا ما ترجع كفايا. بص هو محدش خد مكانك بس انت مش هتاخده تاني. الحب ما يستمر الا على حاجتين، الاولى اهتمام، الثانيه طمع. كن على رقي ممتاز لان كل شيء سياتيك بالوقت المناسب. كن صبورا. اللي مصبرني عليك اللي انا شايف عليك حب العالم ده بحالي خليك على كده خليك. فداك يا جميل ولا يهمك، جراحه بكره تنساها، تلاقي حضن بيلمك وناس ترتاح في رؤياها، يليق الحزن بعيونهم لكن ما يليقش بيك انت، ومين زيك وشال شلتك وداير لف في متاهه، محدش فاهم القصه وكله شايفها من بره، وفاكرينك ايديك ناعمه ما شفتش هم ولا مره، وطول عمرك بتتعامل كان مفيش في قلبك شيء. انت اللي نازل من السما تعبدي اقول لك شيء، يلي اخترع جمله خلي عينك بعيني، انا مأكده انه ما مرق عليه عيون مثل عيونك، عشان هيك لبقى تقول لي ركزي بعيوني منيح. ما تسيبنيش لو حتى ثواني، لو اغيب عنك استناني. انا ما تخليهاش اللي ياثر عليا، ما تخليهاش اللي يخليني ارجع في كلامي. امال ايه اللي حصل لك يا زعيم؟ ولا حاجه، كلمتني بالعقل، راجل راضي. انا ممكن اعمل اي حاجه تطلع في دماغي، انا ما يهمنيش اي حد في الدنيا، لكن لما اعرف ان اللي بعمله غلط يبقى ما فيش داعي استمر فيه، علشان انا راجل. صح يا بهجي، برافو عليك والله. ده انا وحياتك كل ما اشوفك بحلم امتى اشوفك تاني وخلينا نشوفه. اكتر حاجه بتوجع القلب هو انه يخيب ظنك في اللي وصلت فيه وافتكرته انه مختلف عن الكل. يعني بصيروا هالشخص بصيروا كل الذكريات حلوين، حتى الاشياء البشعه، حتى يمكن المشاكل كانت كثير. اذا ايه ما انه انت بصير بتشتاقي تتخانقي مع الشخص اللي بتحبيه حتى ترجعي تتصالحي معه. ليست كل الادويه تباع في الصيدليات يا صاحبي، هناك علوم اذا جلست تتاملها ذهب لذيذك، وهناك ايد اذا امسكتها عادت اليك عافيتك، وهناك أحضان إذا دفنت رأسك بها شعرت بأمان لا يشعر به قائد بين جنده المدججين بالسلاح. إيه كتكوتشي، عيد الحب قرب، مش ناوي تقرب أنت ولا إيه؟ أصعب شعور عندما تجبر نفسك على تجاهل شخص كان يعني لك العالم بأكمله. بعمرك ما ترجع لشخص غاب عنك، لو غاب عنك ساعة، أسبوع، شهر، أو حتى يوم واحد، بعمرك ما ترجع لشخص غاب عنك، لأن اللي قادر يعيش بلاك يوم واحد، قادر يعيش بلاك العمر كله. ليس كل من يتابعك من محبينك، وليس كل من يراقبك يهتم لأمرك. هناك من يراقبك حباً، وهناك من يراقبك كرها. لا تنخدع باهتمام زائف، ولا بزحمة العلاقات، ولا دهشة البدايات، فقط انتظر المواقف، فهي الفيصل في كل العلاقات. ما حبتش غيرك واعمل ايه؟ شوف هوايا.